وده هورس رادش اللي هو الفجل الاحمر، ببشره كده برضو من ضمن الحاجات الحلوه اللي بتقوي لي جهاز المناعه. الفجل ده مفيد جدا 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 جدا. كده حطيناه في ميه عشان يفوق معانا كده. نرجع نعمل حبه السلطه بتوعنا اللي احنا اتفقنا عليهم بالانشوجه. عندي بصل بخل، ادي الخل بتاع ميه البصل، ركزوا معايا، وده خل بلسمك، وده ثوم، ودي انشوجه. حلو الكلام يا باشا. وده مينيز. اهو كفايه كده. حبه بقى زيت زيتون وشويه ليمون. اهو نعم جاهز. لا 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 كده. ليه؟ اقول لك ليه بقى، عشان تريحتيني كده. انا عازم ناس حدايا على البيت، في البيت يعني، وحطيت ده على السفره وحطيت السلطه. بعدين بنتكلم السلطه دي هتبقى ملتت قوي. ملتت يعني ايه؟ يعني بقت سايحه على بعضيها كلها.